ايه ده؟ ايه؟ ايه المنظر ده؟ ايه؟ وقابلت وخفتك وفك ما بقتش بنت وشوفك انسى الحاجة بظروفك حلوة لكن ملامة. بسم النبي حرصك وسينك وضمنك يا دل امك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران، هو في اطعم منك؟ عايز اسأل يوسف قرشة، طب والنبي حد يفهمهم؟ الله 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 الله، ايه الاحمر ده كله؟ الجميل اللي رايح الشنق ولا ايه؟ احلى على الاحلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ابوس ايدك شجاع شباب. بتوع حضرتك دول؟ انا اسف يعني بتوعك اللي فرحان وقعدت تعد فيهم دول؟ من المدة دي بعدين اسمع يا العم خيرية يلي جاية تخطب فيا. نتايا زي الجمل جمل. ولدك ما يسمح بيا ولا تحاول ولا تحاول. عم نمرح جمل يا ابو الحاج، فكرة ما تخليها تشوف لحد من قرايبها بس يبقى نفس المقاس الفرعي دي. انت الوحش عشان ماما قالت لي انه انت الوحش. يا وحش. اوبا يا انا هاخد اللي في الشمال، اصل انا بحب الشمال قوي. يا ماما انت يلا يلا تيجوا معايا البيت انا وبنور عشان نقفح. نقفح؟ ايوه نقفح. انا جاي لك اللي انا بعت ضمان. ايه 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 هتعمل ايه ب1000 جنيه عند اكس بوك؟ تعالى اقول لك تعالى بس ثانية واحدة اقول لك انا بس عشان اخد راحتي وانا بعمل الفيديو. ثانية واحدة يا عم انا ده يا اما ويا ابويا ويا كل اللي بتحبوني الحقوني. هو ده؟ هو يا فندم. يا نهار مش فايد ده حمار وحش ملوش لجام. تعالى كده بقول لك ب1000 جنيه عند اكس بوك قسما بالله ده في حد تعالى. طب انا جاي بقول لك تعالى اهو اهو ده البنطلون الجينز الفاشو وعلى التيشيرت الكهرباء اللي كده تقع بتعالى يا ابني في انت ما لابسك عفريت ولا ايه؟ ايه بتقول الكلام ايه؟ بتقول ايه؟ وانت شروان وعلى التيشيرت فاشو ادي كده اربع قطع تعالى وادي قميص طواري فيه ادي كده خمسه تعال شورت وقطع عشان المصايف يلا ادي كده سبعة كده تمانية تمانية وادي تشيرتين تغير فيهم لحد بقى من اول ادي واحد اوفر سايز اثنين ثلاثة تعال انا عاوز اربعة خمسة ستة سبعة يلا انا اقول الدنيا هتدور ثمانية يلا تسع قطع ب1000 جنيه مستني كل اخواتي بقول لك تسع قطع ب1000 جنيه طيب يا سيدي شكرا كفايه كنا في المطعم قام موبايله وقع على الارض وطى يجيبه البنطلون اتفزق يا ساتر يا رب اتفزق كله من ورا فزق كبير قد كده ليه ده وليا فجاه كلنا الناس كلها فجاه في المطعم صمت على صوت حاجه عملت فزق اتفزقت يا ساتر يا ساتر كل الناس فجأة بقوا متوجهين نظراتهم للراجل المفزوق اللي قدامنا طبعا هو اتكسف جدا قال الصوت ده قلت له ايه ده الصوت ده قال لي ايه ده وبنطلون اتفزق قلت له اه انت تتكلم جد لا حول ولا قوة الا بالله والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد قال لي ايه ده اتفزق قلت له ايوه بسرعة اقعد على الكرسي قال لي ايه قلت له انت مفزوق دلوقتي وكل حاجة باينة من ورا يا نهار اسود ايه اللي حصل ده هو البنطلون ده محروق ولا بايظ شايط قال لي شايط قال لا 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 ده الموضوع وسع قوي على حده انا اول مره في حياتي اتفزق الفزقه دي قلت له لا ومش فزقه عادي ده فزق قد كده قال لي فزق قد كده انت بتقوليها في وشي قلت له والله العظيم انت فاهم حاجه عبد الجليل ها فاهم حاجه خدامك يا باشا يلا بينا فزقتك كبيره قوي من ورا
قال لي احلفي. قلت له اقسم بالله العظيم انت لابس بوكسر فوشيا؟ قال لي اه عرفت ازاي. قلت له عرفت ايه انت عبيط؟ بقول لك البنطلون اتفزق اتفزق. قال لي يا نهار اسود انا هقوم ازاي دلوقتي؟ قلت له لما تشتري حاجه ما تسترخص، الرخص يجيب فز او اتفزقت. ايه اللي بتقول عليه الست ده؟ قال لي رخص ايه؟ ده انا جايبه من براند كذا كذا معروفه جدا وكل شويه بشتري منها، ده اول مره اتفزق الفزقه دي. قال لي انت اول ما شفتيني ما قلتيش الله اكبر ما شاء الله، قلتي ايه الشكل الحلو ده؟ انت عينك وحشه يا بنت؟ ما يكون عينك وحشه. انا شاكك فيك ان انت عينك وحشه، شكلك حسوده. انت شكلك كذاب، شكلك كذاب ومرتبك، انت عامل حاجه. لا ما انت عامل حاجه. قلت له والله العظيم مش حسوده. انت قصدك ايه؟ بعدين لو عيني حسوده كنت وقعت اتكسرت اتقطعت، لكن انت اتفزقت. انت شكلك يعني تخنت شويه من ورا، في حاجه تخنت، البنطلون ما استحملش اتمزق نصين. قال لي انت واحده قلت الادب وما حصلش الكلام ده، البنطلون ده مقاسي، الفزق ده من عينك، قولي ما شاء الله هعمل ايه دلوقتي؟ قلت له مش عارفه هنعمل ايه دلوقتي. ما لقيتش نفسي غير ولازم احل الموضوع، والناس كلهم اللي قاعدين والناس كلها تبص يعني كله شاف البوكسر بتاعه الفوشيا. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ كله عارف هو لابس ايه من تحت. طبعا الموضوع مش عارف نعمل ايه، مش عارفين نقوم من المحل نمشي. قلت له طب خلاص نطلب، انا هقوم اطلب الاكل وخليك قاعد على الكرسي. قال لي لا والله العظيم انا ما كان عايز اروح. طب هنعمل ايه؟ تمشي ازاي؟ قال لي هو الفزق كبير قوي. قلت له كبير جدا. تاني معلش معلش تاني طلب تاني طلباتك كترت. لا بجد طلباتك كترت. ابعد عنه سعاد، ما تنرفز نفسك انت عندك زحمه. اقعد يا عزمي. قال لي طب اقلع الجاكيت اللي انت لابساه. قلت له ايه؟ قال لي اقلع الجاكيت اللي انت لابساه هربطه على وسطي. وفعلا خد مني الجاكيت وربطه على وسطه وخدنا بعض وخرجنا من المحل وركبنا العربيه وروحني البيت. بعد ما روحني البيت وطلعت بيتي فوق لقيت سمعت التليفون بترن عليا. لقيته بيقول لي فلانه كل شيء اسمه ونصيب، دي من ساعه ما دخلت حياتي وانا حياتي كلها خسائر، تكسير عربيات ومحفظتي ضاعت وبنطلوني اتفزق، ده غير ان احنا في البيت على طول مشاكل نار نار نار. هو احنا الفجر ركبنا من جليل؟ جبرت قضيت النهارده. طبعا يعني لو عجبكم الفيديو شير ولايك ورنوا الجرس وصبري كريب.